مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون مستقبل، خاصة محبي الرياضة. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج فيوتشر سبورتس. مساء الخير صبحي، وتحية لك كمان. مساء الخير لك فارس، ومساء الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يتابعونا بحلقة جديدة من فيوتشر سبورتس، يلي مثل العادة كل نهار تنين وكل نهار خميس بنكون سوا أكيد لنضوي على أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية خصوصا، ونهار الخميس بيكون عنا ضيف داخل الاستوديو لحتى نحاوره بقضية رياضية أو بحدث رياضي مهم. خاصة صبح الدوري اللبناني للفوتبول يلي حامي كتير، يعني راسينج عهد 31 نقطة، صفا 30، النجمة 29، يعني بيناتهم في أقل من مباراة، وهذا اللي عم بيعطي يمكن هون بدنا نقول أكثر. فارس هون أول مرة من 40 سنة تقريبا راسينج بيروت عم بيتصدر بطولة لبنان للدوري اللبناني للفوتبول، وهون كمان يعني النائب ميشيل فرعون يلي أقام مأدبة غدا تكريمية والوزير معالي الوزير، هلا ما نفوت كتير بمعالي مبروك له ولكل لبنانية على الحكومة، بس هيدا مؤشر قديش فيه تنافس وقديش في فرق عم تطلع. يعني راسينج السنه الماضيه صحيح كان ثالث انهى البطوله، هيدي السنه عم يعمل اول ثاني بينه وبين العهد هلا بعد. صحيح صبحي، لكن البدايه مع الفوتبول وين رح تكون معك؟ اكيد منبلش مع الفوتبول ومباراه الساحل يلي تعادل فيها مع التضامن صور بصور بافتتاح المرحلة ال 15 من الدوري اللبناني للفوتبول. رضوان غندور هو كان حكم المباراة على ملعب صور البلدي، هالملعب يلي من الصعب جدا انه التضامن يخسر على ارضه. شباب الساحل مع جمال طه يلي اثبت جمال انه واحد من المدربين اللبنانيين المميزين جدا، خصوصا انه استلم شباب الساحل قبل ايام قليلة جدا من بداية الدوري اللبناني للفوتبول، وعباس شيت هون اللي كان عم يصد هالتسديدة للتضامن صور، فرصة خطرة كمان للشباب الساحل. طبعا هون فضل مسلماني هو اللي كان عم يصد الكرة، شوفوا هالفرصة الضائعة لشباب الساحل كمان. يعني اللي بدنا نقوله هون انه جمال طه منا مهمة سهلة كانت ابدا انك تجيب فريق مثل شباب الساحل، هون انفرادية للتضامن صور، انفرد بالمرمى تمام، وعباس شيت يلي عم يخلص هالهجمة الخطرة للتضامن صور بالإعادة عم نشوفها. كنا عم نقول جمال طه مهمته منا سهلة أبدا بالوقت اللي كمان التضامن صور فريق عم بيصارع بظل كمان الأزمة الاقتصادية الكبيرة يلي عم تضرب هالنادي الجنوبي، يلي بفترة من الفترات أكيد يخرج بكفي نقول رضا عنتر وهيثم زين وإبراهيم مناصري فيصل عنتر، يعني أسماء كتير كبيرة. صحيح نصرة الجمل ما بدنا نعد الكل لأنه بننسى، وأكيد طبعا فارس يعني الأزمة الاقتصادية اللي مأثرة على كل الأندية بلبنان مش بس على التضامن الصور. صحيح، رح نتابع نحن وياكم على ملعب مدينة كمين شمون الرياضية ببيروت، كان فريق العهد عم يستضيف فريق سلام زغرطة، هون مطالبة بركلة جزاء بنالتي لفريق سلام زغرطة. ركلة جزاء كانت واضحة، الحكم ما رح يحتسب شيء ابدا، بنشوف نحن وياكم بالاعاده. يعني هون المسافه بعيده منا قريبه ابدا، ولاحظنا كيف وقف الكره، يعني مش غير اتجاهها، وقفت الكره هون، وركله جزاء الحكم ما بيحتسب شيء. هون فرصه كانت لفريق العهد من ركله حره، ورح يفتتح علي بزي التسجيل بالدقيقه 71 ليتقدم بنتيجة 1-0 فريق العهد. العهد اللي رح يعزز النتيجة عن طريق كرة عرضية من علي الأتيت، و 2-0 رح تكون النتيجة النهائية. عباس عطوي عم يتابع الكرة داخل المرمى، العهد بيتصدر مؤقتا هون ل 24 ساعة بانتظار مباراة الراسينج اللي كان عم يلعبها مع فريق الإخاء الأهلي علي. ومنتابع كمان فارس وبإطار المرحلة 15 من الدوري اللبناني للفوتبول ومرحلة الإياب، هون فارس بدنا نقول إنه هيدي آخر مرحلة كمان قبل ما يتوقف الدوري الأسبوع القادم، في مباريات لمنتخب لبنان للفوتبول تقريبا، لأنه كمان ب 5 أدار القادم ل 21 يعني ليوم عيد الأم وبداية فصل الربيع ليرجع الدوري اللبناني، في مباراة مهمة جدا بتصفيات كأس آسيا مع تايلاند ب 5 أدار القادم.
الأنصار اللي كان الأسبوع الماضي عم يظهر بمستوى الصدمة الإيجابية مع مدربه الجديد زوران المدرب الصربي، ولكن هالمرة على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس كان الأنصار عم يتعرض لخسارة عم تبعده شوي عن المنافسة. الخسارة كانت قدام نادي طرابلس العنيد، وهون لابد من الإشارة كمان فارس أنه بهيدا النهار كانت شكلت الحكومة اللبنانية. ليش عم نقول هيك؟ لأنه لاعبين الأنصار هون إبراهيم سويدان اللي كان عم يسجل هدف طرابلس الوحيد، لاعبين الأنصار فعليا ومش مبالغة اشتكوا من كثرة الأجواء السلبية الإيجابية. هون عم نشوف هدف ملغى لنادي الأنصار. خلينا نشوف شو كان قرار الحكم. الحكم عم بيقول انه هون في خطأ داخل منطقة الجزاء. ما وين صار الخطأ؟ خلينا نتابع. الكرة بتصطدم من العارضة، تابع الكرة لاعب الأنصار، الكرة ما فيها أي خطأ، هدف صحيح، هدف صحيح لنادي الأنصار تم إلغائه هون. وممكن بدي أقول هون ركلة جزاء، برنس عم يتعرقل داخل المنطقة، ركلة جزاء للأنصار. خلينا نتابع هون بالقائم، وأكيد بيحضر ركلة جزاء نادي الأنصار. بس لابد أنه نقول كمل اللي كنا عم نقول الفكرة، نادي الأنصار عانى كثيرا بهالمباراة من كثرة الرصاص يلي كان ابتهاجا بالحكومة الجديدة، ولكن كانت أصوات مرعبة ولاعبين الأنصار فارس اشتكوا بالنهاية اللاعب اللبناني على أعصابه بغض النظر شو من خاصة كانت الوضع، يعني وضع منه حامل صحيح يعني صحيح. ابتهاجا ولا غير ابتهاجا لاعبين الأنصار طبعا كانوا مش مرتاحين بهيدا المباراة. منتابع نحن وياكم. على عكس فريق طرابلس الفريق الاجتماعي بعد ما عم بيلاقي حاله مثل ما لازم، ما عم بيقدر يبعد عن منطقة الخطر، وفريق الاجتماعي اللي كان على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس عم بيستضيف فريق الصفا. الصفا مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز. فريق الصفا مباراة فريق الاجتماعي رح يبديها مع هالتسديدة إلى جانب المرمى، وفريق الصفا يلي رح يتمكن انه يفتتح التسجيل يعني بعد هالفرص يلي رح تكون، وعن طريق حسن هزيمي بدقيقة 62 بعد خطأ من الحارس أحمد قرحاني. تسديدة كانت من حمزة سلامة أيضا رح يضاعف النتيجة بعدها بدقيقتين ل 2-0، وكمان الهدف الثالث أيضا لحمزة سلامة. الصفا بيسجل انتصار كبير على فريق الاجتماعي بنتيجة 3-0 وثلاث نقاط غاليين كتير بمشواره أكيد لبطولة لبنان. فارس كمان بدنا نقول أنه الصفا رح يخسر جهود لعبه الأجنبي توري اللي تعرض لمرض عضال، يعني مرض صعب أنه يكمل فيه أصلا حياته الرياضية، ورح يترك نادي الصفا ويغادر. كمان بدنا نقول أنه حسن هزيمة لاعب ممتاز تم اكتشافه هذا الموسم يعني لنادي الصفا وعم يقدم مستوى ممتاز. رح نروح للنتيجة الأكبر، وسبع انتصارات من سبعة بوصلهم بالمرحلة 15-7-1. النجمة عم بيفوز على المبرة 7-1، فإذا مع فيو بوكير سبع انتصارات على التوالي لنادي النجمة، هالمرة على الملعب يلي بحبوه لاعبين نادي النجمة وأمام جمهور كتير كبير، ملا مدرجات ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعاصمة الجنوب صيدا. الملعب بحبوه كتير لاعبين النجمة لأنه معودين على أرضيته. مع فيو بوكير النجمة غير بكل مال الكلمة من معنى، وعم بيلعبوا بطريقة جماعية. هيدي المباراة رح تكون مباراة حسن المحمد، حسن المحمد يلي كان مسجل قبل هالمباراة 3 أهداف بعتقد بالدوري اللبناني للفوتبول، هالمرة رح يسجل 5 أهداف. اللي بيفتتح التسجيل طبعا هو حسن المحمد بهيدي المباراة، رح نتابع أنا وياكم 5 أهداف. هون حسن المحمد كمان 2-0 داخل شباك نادي المبرة، الفريق المتواضع جدا هيدا الموسم، منه بالمستوى اللي كان معودنا عليه قبل. كمان حسن المحمد و 3-0 للنجمة، 3 هون هاتريك لحسن محمد. رح نتابع كمان والمبرة يلي هون ركلة جزاء كان طالب فيها نادي المبرة، وتحققت أكيد الحكم أعطى ركلة جزاء وتسجلت وتحققت داخل المرمى، والمبرة بيسجل هدفه الوحيد بهاللقاء عن طريق علاء بيضون. بالمقابل حسن المحمد عم بيتابع لحاله هون، عم بيتابع لحاله لأنه أخذ الثقة بالنفس،
واربع اهداف. هو ما كان عارف انه حيسجل الخامس، عم بيشير للجمهور باربعه وخلص فتحت معه، ما بقى يتهدى. خمسة سوبر سوبر هاتريك، سوبر سوبر هاتريك. اكيد فارس عندك موسوعه كبيره مين سجل بلبنان قبل سوبر سوبر هاتريك. هون كمان منتابع، والنجمه رح يتابع تالقه بهاللقاء، واللي بيسجل هون ابراهيم بحصون وخالد تكجي رح يختتم اهداف 7-1. النجمه عم بيفوز على المبره بنتيجه كثير كبيره، ما كان حدا متوقع انه ثيو بوكير يعمل كل هالنقله فارس، يعني ما حدا كان متوقع صحيح. ابدا ثيو بوكير هالقد ياثر على النجمه، يعني حتى صبح النجمه باصعب اوقاته، عم نحكي السنوات الماضيه وقت كان الفريق يمكن بمرحله منه ابدا منيحه، بنلاقي جمهوره ما بيتركوا بيرافقوا. كيف هالموسم بعد هالانتفاضه الكبيره؟ يعني اكيد المباريات المقبله جمهور النجمه رح يزيد. برايك قديش ثيو بوكير تغيير المدرب هون عطى عامل ايجابي؟ يعني اكيد عطيت فينا نقول شوك كهرباء اعتبره، وتيو بوكر بيعرف كثير منيح الدوري اللبناني. على كل حال خلينا نتابع نحن وياكم فريق راسينج اللي عم يرجع للصداره من بعد ما ترك لفريق العهد ل 24 ساعه، وعم بيقابل فريق الانخاء الاهلي علي يلي وصل للدور نصف نهائي من مسابقه كاس لبنان. راسينج كان عم بيغيب عنه بريشوس المدافع الموقوف وعنين ملحم المصاب، والهدف والرهان كان انه قد ايه راسينج رح يقدر يربح المباراه على فريق صعب مثل فريق الانخاء الاهلي علي. فريق الراسينج عن طريق لاسينا سورو رح يسجل هدف المباراه الوحيد، وهدف كان كافي لفريق الراسينج ليعطيه 3 نقاط غاليين كتير بالدقيقه 77، وكره عرضيه كانت من سيرج سعيد، 3 نقاط غاليين لفريق الراسينج، فرحه كتير كبيره. برافو جورج شرح، برافو لفريق الراسينج، عن جد كل شيء معقول يصير وعم بيقدم عروض قويه كتير فينا نقول من الموسم الماضي لهالموسم، وصار رقم صعب بمعادلة كرة القدم اللبنانية. بالترتيب راسينج أول مع 31 نقطة بفارق المواجهات عن فريق العهد، صفا بالمركز الثالث مع 30، نجمة رابع مع 29، شباب الساحل خامس مع 25 نقطة، الأنصار بالمركز السادس مع 21 نقطة. هون الأمور بلشت تصعب خاصة على آخر 3-4 فرق. طرابلس 18 نقطة عم بيطلع، الإخاء الأهلي علي 16، الخطر تضامن صور سلام صغرت 11 نقطة، اجتماعي مبرة 10 نقاط، والبطولة حامية من فوق 4 فرق وحامية من تحت أيضا بين 4 فرق. وكمان محليا فارس قبل ما نروح للخبر عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي، بدنا نقول أنه الرياضي كان عم يفوز على الحكمة بإطار بطولة لبنان لكرة السلة بديربي مدينة بيروت نهار الجمعة الماضي، واليوم بفندق الموفنبيك ببيروت كان عم بيقام مؤتمر صحفي للإعلان عن مركز التحكيم الرياضي الأول من نوعه بمنطقة غرب آسيا والأول بالعالم العربي، وهو بمثابة محكمة رياضية خاصة برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني السيد هاشم حيدر، يلي تحدث عن إنشاء هالمركز بوجود أعضاء مجلس إدارة بتألفوا من 5 أعضاء ولكن هن غير معنيين بأي قرار. المحكمين الرياضيين هن من لوكسمبورغ، من الإمارات، من إنجلترا، واثنين لبنانية. وهيدي المحكمة يلي أعلن عنها أو المركز التحكيم الرياضي جيرارد حديديان يلي هو كان عضو اتحاد لبناني لكرة القدم وحاليا هو باللجنة وبمركز التحكيم الرياضي يلي تم الإعلان عنه فارس. هون لابد الإشارة وبشكل سريع أنه هيدا المركز هو الأول من نوعه بالعالم العربي، يعني هو بمثابة محكمة رياضية بس الطرفين، يعني الاتحاد يلي بده يشتكي لا عند المحكمة، واللاعب يلي بده يشتكي لعند المحكمة ما فيهم إذا ما كانوا متفقين، لأنه القوانين اللبنانية بعدها ما بتسمح، ولكن هيدي خطوة مطلوبة من الفيفا ومطلوبة من كل المجالس الرياضية العالمية. رح يقضوها بالمحاكم بلبنان أكيد لأنه اللاعب والنادي هو اللي بيدفع. بدي ذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، ولمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا
www.futuretvnetwork.com/sport وفيكم تحضروا كل حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com وقفة إعلانية ومن بعدها منتابع فيوتشر سبورتس.